ولما نتكلم عن قوة الإرادة وعن الإيمان ما نقدر ما نتذكر كل شخص حارب مرض السرطان أو أي مرض غيره وحقق أحلامه رغم كل الظروف القاسية اللي بيمر فيها. خلونا نتعرف أكثر عن قصة ضيفنا اليوم ولينا نقاش معه. هو الشاب السعودي اللي ألهم الكثيرين، فبعد إصابته بمرض السرطان قبل تخرجه من الجامعة بفترة بسيطة ما كان للاستسلام مكان بحياته خلال هالمرحلة. حارب ذلك الخبيث بقوة، حصل على شهادة الدكتوراه وبث روح الأمل بحياة الكثير من حوله خاصة المرضى المصابين بالسرطان. ردد باستمرار جملته الشهيرة: قاتلوا من أجل أحلامكم وستصلون. وردد لنفسه الكثير من الجمل يلي زادته عزيمة وإصرار على الوصول إلى ما يريد. ما مرت وسائل التواصل الاجتماعي عبث بحياته، فاستغل وجوده بهالمرحلة لينشر رسائل التفاؤل وحب الحياة والتأقلم مع الأقدار والظروف. وحسب الكثير من متابعينه هو سفير السعودية لمكافحة السرطان. خلاص. هو الدكتور حمد بن جروان الغامدي. نرحب أكيد بالدكتور حمد بن جروان. رحب فيك صباح خير يا رب. أنا سعيد بوجودك معي اليوم. أنا أسعد وأهلاً وسهلاً وحييك وحيي المشاهدين وشاكر الاستضافة. طبعاً شفنا التقرير اللي عرضناه، بس إحنا إيش قلنا تحت الهواء؟ ما نبغى ندخل في تفاصيل المرض، ونبغى السايد الحلو، ونبغى كل يعني تجربتك كيف كانت حلوة، وكيف هذا الشيء اللي أنت عديت فيه يمكن تجربة قاسية وكثير ناس ممكن تحبطهم ويخليهم يعني يشوفوا هذه نهاية الطريق، لكن أنت هذا الشيء أعطاك كده إلهام وعملت يعني أكثر من كثير ناس يمكن ما أصيبوا ولا حتى بأي شيء. صحيح. فأبغاك كده بشكل عام بس كده قولي رأيك في هذه التجربة وإيش كان مصدر إلهامك الأساسي. باختصار وبشكل عام لو تكلمنا عن المجتمع، أي مريض سرطان في المجتمع ينظر له بنظرة واحدة: مريض راح تموت. راح تموت مريض وراح تموت. النظرة هذه تشكل عائق أمام مرضى السرطان. كثير من مرضى السرطان تشكل النظرة هذه عائق من أن يحقق طموحاته، من أن يواصل دراسته، من أن يتوظف، من أن يتزوج، من أن يكون أسرة. ليش؟ لأن المجتمع ينظر له النظرة هذه، هو حتى عندي يكون عندي يقين داخلي أن خلاص هذه النهاية. متى ما توقعت النهاية سواء مرض ولا بدون مرض راح تصل النهاية. ففي فرق بين أنك تموت وأنك تموت وأنت حي، أنك تقتل كل جميل في حياتك، أنك ما تقاتل من أجل أحلامك سواء مريض سرطان ولا حتى لو ما كان عندي مرض يمكن ما حقق اللي حققته، بس المرض صار لي دافع قوي. ليش صار لي المرض دافع قوي؟ ليش تغربت وليش درست وليش تركت المجتمع؟ لأسباب عديدة. أولها المجتمع. المجتمع ينظر ولا زال ينظر للمريض بنظرة الشفقة. هذه النظرة تتعب الكثير من المرضى، ولا زال المرضى يتواصلون معي للآن. التعامل، تعامل للمجتمع، تعامل الزائرين، تعامل الأسرة، كل اللي محطين حوله خاصة من السرطان. يمكن أنا أثق أن هذا شعور حرص منهم، ولكن الحرص هذا يسبب للمريض قلق سواء بالأسئلة الكثيرة سواء بال فيكون عنده عوائق يعني عوائق أنه ما يقدر يروح، لدرجة أنك ليش تروح لوحدك؟ ما يتركون يروح لوحده. والمرض يختلف من إنسان إلى إنسان. موضوع الروح أنت قلت لي لما رحت أمريكا رحت لوحدك. نعم. قعدت مدة طويلة. ما أمريكا رحت دراستي كلها برا. كل دراستك يعني كانت لوحدي، يعني ما أخذت مرافق. لكن أمريكا العام الماضي كان معي أخوي مرافق في المستشفى يمكن لمدة 9 شهور، حوالي سنة كذا. بس في دراستك يعني ما حبيت إنه يكون دراستي أحد. ما كان معي أحد. كنت معلم وكنت طالب وكنت مريض وكل الأمور هذه ما أحببت إن أحد يشاركني فيها. يعني حبيت أنهم يشوفون الجانب المشرق، جانب النجاح فقط. لأني تألمت كثير من جانب المرض، من جانب الشفقة، من جانب العاطفة، من جانب تعامل المجتمع معي. فحبيت أني أبتعد بس أني أحقق شيء. والحمد لله يعني مرت الحياة سريعة ومر يمكن أكثر من 12 سنة وحققت الماجستير والدكتوراه وتعينت سفير وصار لي كثير. كلمني على موضوع تعينك سفير لجمعية السرطان. سفير لجمعية مكافحة السرطان، هي جمعية طبعا قائمة على العديد من خدمات للمرضى السرطان، ومقرها هنا الرياض، وصار تعييني عام 2019 برعاية نائب أمير الرياض. كيف طب كيف تشوف وجودك انت كمصدر الهام يعني لكثير ناس غيرك، وغير انك كمان صرت اكتف يعني في السوشيال ميديا يعني ايش اللي خلاك تبدا؟ وهل بعد ما بدات وصرت يعني عندك شهره واسعه نظرتك تغيرت شويه يعني للسوشيال ميديا او لسبب وجودك فيها؟ اولا
أول الشهرة عجبتك؟ وش يعني لي وش يعني لي تعيين سفير؟ يعني لي شيء الكثير. وأنا ترى بادي النشاط قبل أصير في الجمعية، كان عندي نشاط بس كان مو مثل اليوم، يعني عندي الشهرة هذه الواسعة، كان عندي متابعين ولكن كان يصل صوتي. بعدها تعينت في الجمعية، وبالعكس هذا الشيء يشرفني، وأحاول أقدم الشيء الكثير رغم أني يعني عاني الآن من ظروف صحية ومن ظروف كثيرة، بس أني أحاول أني أقدم ولو عن طريق التواصل الاجتماعي أي شيء لمرضى السرطان يعينهم على تجاوز الصعوبات. بالنسبة للشهرة وش غيرت وش مغيرت، غيرت كثير، في شيء إيجابي في شيء سلبي. قل لي إيش الإيجابي؟ الإيجابي أن صوتك صار يصل، الإيجابي أني وصلت لكم الآن هنا عن طريق الشهرة دايما. ونتحس ممكن حتى ليك تأثير على يعني ناس غيرك ممكن قاعدين يعانوا. يعني أتمنى أن يكون لي تأثير، بالعكس أنا يسعدني الرسائل اللي تجيني يقول أنت والله غيرت من حياتي، أنت أنا كان عندي مرض عضال وما لقيت علاج واستابعتك تغيرت حياتي، هذا شيء جميل لي. والسلبي الشيء السلبي صارت تعزل كان الناس، يعني الكل يطلب، الكل يتمنى، الكل يبغى يشوفك، الكل يبغى يصور معك، صارت تعزلك عن مجتمعك وعن الناس اللي حابب تكون معهم على طول. صار يصيرون يعني يعاتبونك بشكل مستمر، يشرون عليك ليش ما ترد. الشهرة هي كذا، في جوانب ايجابيه جوانب سلبيه، لكن انا طالع في حياتي كلها في الجانب الايجابي. الجانب الايجابي ان صوتي ان شاء الله يصل، الجانب الايجابي اني اخاطب مرضى السرطان بالذات من قناتكم، قاتلوا من أجل أحلامكم. لا يعني لا يحسسك المجتمع أنك وصلت النهاية، بالعكس أنا أتواصل مع ناس من أمريكا وناس من هنا من السعودية ومن الخليج، بالعكس يقولون صح يا أخي هذه الحياة، هذه اللي إحنا لازم نسوي، لازم نغير حياتنا. كثير ناس بتموت قبل أي أحد مصاب. أنا أعرف ناس كثير كانوا يبكون عندي توفوا وقبرتهم، يعني الموضوع ما هو موضوع موت، الموضوع موضوع أنك ما تموت وأنت حي، يعني أنت لا تقتل نفسك وأنت حي، يعني لا تقتل مواهبك والشيء اللي تقدر تحققه عشان تصل لمرض الحياة. هذا هو. طب حمد تحكينا أكثر عن موضوع، أنت كتبت كتابين بس واحد اتنشر وواحد لسه. نعم. قل لي عنها، اسم الكتاب أنا والسرطان. الكتاب الأول أنا والسرطان. ألم وأمل. ألم وأمل. يعني كانت رحلة، وكنت وقتها في المستشفى الأمريكي في بانكوك، كنت أدرس في ماليزيا وتعالج في بانكوك. تدرس في ماليزيا وتعالج في بانكوك في تايلاند. إيه نعم. الله. كانت الكتاب كان عن الرحلة، عن رواية عن حياتي من أول ما بدأ المرض إلين حصلت على الدكتوراه، وراح يكون منه جزء ثاني إن شاء الله. تكمله. لأن الجزء الشهرة باقي. طب السؤال، أنت كنت بتقول لي من أول إنه أنت ما حكيت، ممكن تحكي أهلك تفاصيل العلاج. فالتفاصيل مكتوبة في الكتاب. حيعرفوا أسرار يعني أهلك. ما هو بالأسرار اللي ما حد يقدر يطلع عليه، يعني أنا ما قاعد أتكلم عن نووي، أتكلم عن مرض. لكن. حيعرفوا مشاعرك. لا أنت. أنا قبل الهواء كنا نتكلم، ليش ما تعلم أهلك؟ ليش ما تكلم أهلك عن الشيء اللي تعاني منه؟ يعني كفيني أني أنا عاني، أنا يهمني أهلي واللي يحبوني يشوفون الجانب المشرق من حياتي، يشوفونك دكتور، يشوفونك سفير، يشوفون الناس يدعون لك بالخير، هذا شيء جميل. لكن أنهم يعرفون أن مرضك انتشر ولا مرضك ما تم، يعني ما العلاج، رش راح يقدموا لكم، ما راح يقدموا لك شيء، بس راح تتعبهم نفسيا، راح يعني تشغل بالهم معك. يعني يكفي انك انت تقدر يعني تقوم بشؤونك الخاصه، فيما انك قادر تكافح وتقاتل، ما يحتاج ان احد يشارك في الامور هذه. انا اعتبرها للمريض، انا اعتبر الاشياء المرض هذا اللي يعاني المريض خاص، شيء يعني يسميه من الاسرار الخاصه. طبعا قبل ما نختم معك، رسالة كده توجهها لكل أحد قاعد يعاني سواء من السرطان أو من أي مرض يعني صعب. أنا ما أقلل من درجة الألم، ما أقلل من درجة الألم عند أي شخص، أكيد الكل يعاني. لكن ترى ما هو بس مريض السرطان اللي يعاني، كل واحد في الحياة يعاني، ما في أحد بدون هموم. ترى المعاناة النفسية أشد من المعاناة الجسدية. كان يكون الإنسان يعاني نفسيا، ما في أحد ما يعاني نفسيا، سواء هموم كبيرة ولا هموم صغيرة ولا متوسطة، كل إنسان يعاني. ولكن ليش ما نعرف أن يعاني؟ لأنه صابر ومحتسب وعند الشيء بيحققه، يعني يعرف أنه يوما ما بيجتاز هذه الأزمة، ما يحتاج الناس يعرفونها. فإذا كان عندي مرض سرطان، هذا مرض جسدي، فلا أروح أربطه بمرض نفسي. وش في المرض النفسي؟ ندخل المجتمع والأسرة في همومي الخاصة. هذا لا تسوي، هذا اقرأ عند فلان، روح لفلان، تعال عند فلان، فلان عمل. شتتون أفكارك، شتتون مزاجك. رسالتك لكل أحد؟ لكل أحد إنه لا تركزوا في هذا الجانب السلبي، ركز في الجانب الإيجابي. كل لا تفكر إنك أنت الوحيد تعاني، بعضهم إذا جاء المرض يفكر إنه هو الوحيد اللي حتى اللي ما عنده مرض لا تركز في الجانب السلبي عشان لا يزيد عندك. أنا أتكلم عن بعضهم يفكر إنه هو المريض الوحيد في العالم، صح. يشغل وزير الصحة ومدير مستشفى والعالم الحول، أنا مريض، كل العالم مرض، كل العالم تعاني. لكن خذ الجانب المشرق واصبر واحتسب، عندك شيء بتحققه هذا أنا.
رغم ان السرطان اللي عندي ساركوما يعني من اصعب الانواع وفي اصعب الاماكن الا اني قدرت احقق. مش معك عذر عادي، الله ممكن يشفي اي احد وفي اي وقت. ايش انا عندي في الجمعيه يعني يقام عندنا في الجمعيه سنويا حفل حفل المتعافين اللي يشوف يوم مرض السرطان، واعداد كبيره يعني اقولها للي يتابعوني الان مرضى سرطان، ترى المتشافين اعدادهم كبيره ولكن احنا ما نشوفهم، احنا بس نبغى نشوف اللي ماتوا، نبغى نشوف اللي عانوا فقط. انظر المتعافين وتشوف ارقام كبيره. اتمنى لك الشفاء وسعيدين والله بوجودك معنا، مو بس كلام زي كذا، من جد يعني روحك حلوه واسلوبك حلو، من جد قصتك حلوه جدا وملهمه، وان شاء الله ان شاء الله نقدر انه لازم اقرا كتابك وتكون يعني رسالتك وصلت لكل احد يعني قاعد يعاني مو بس من السرطان، من اي شيء في الحياه، ويشوف دائما الجانب السلبي. يعطيك الف عافيه يا حمد. شكرا لكم، ولقريت كتابي علميني بالملخص. شكرا لكم. شكرا لك يا حمد.